إلى جماهير شعبنا الليبي المكافحة إن الأرض الليبية ملك لكم من أجداد أجدادكم، والذين يحاولون انتزاعها منكم الآن هم الدخلاء، هم المرتزقة، هم الكلاب الضالة، هم الزنادقة، هم الأجانب المقيمين في ليبيا منذ زمن يحاول انتزاع أرض الأجداد منكم، ولكن هذا مستحيل. نحن لن نترك أرض الأجداد، هم اللي كانوا أهلهم جواسيس مع الطليان، عملاء الطليان، تو الآن هم عملاء لفرنسا وجواسيس لفرنسا ولبريطانيا، نفس الأحفاد ونفس الابناء يتبع طريقة آبائهم وأجدادهم، طريقة الخزي والعار والخيانة، كل هذه الجراثيم وهذه الجرذان وهذه العصابات المصخة تالي كلها حثالات من أجدادهم. هذوما كل واحد منهم هو سليل الخيانة والنذالة، لأنهم ما هوش منكم، ما هوش ليبيين أصلا. أسألوا على أي واحد الآن منضم لحلف الأطلسي ومع فرنسا الآن وفي بريطانيا، وهي تقصف الشعب الليبي والأرض الليبية وتدمر البنية التحتية، تقتل الأطفال. أسروا عليه تلقوا جد خاين، أبوه خاين، سليل الخيانة، معقولة شرذمة وسخة من جد جدها بالتحكم في الأرض الليبية أو في مصير الشعب الليبي؟ مستحيل. وبعدين كل ما يضايقوا ويحسوا أن الشعب الليبي يستعد للانقضاض عليهم ويصعد من المقاومة وأن الشعب الليبي يرفضهم، يلتجوا لأبواق الخزي والنذالة، لإذاعة العربية، إذاعة حمير الخليج، ويقولوا لها بسرعة اسعفينا اسعفينا، اعملي أي إشاعة، اعملي أي كذوبة بسرعة، انقذونا، رانا نحس أن الأرض تهتز تحت أقدامنا، رأي الجماهير تحسها تزحف نحونا، رانا بنفقد المواقع التي وصلنا إليها، بسرعة اسعفينا بإشاعة بكذوبة دمر الروح المعنوية لهذه الجماهير، لهؤلاء المقاتلين الثوريين ابناء الفاتح، ابناء القبائل الشريفة العظيمة، تروح هذه الأبواق الخسيسة تزعفهم بكذوبة بسرعة قبل لا تبدأ المقاومة. قال لهم قولوا مشي لفنزويلا، قولوا قذاف مشي لفنزويلا، زين طلعت كذوبة، قولوا مشي لي مش عارف من، طلعت كذوبة. إذن ما بنكذبه، كل يوم بيفتجوا إلى الكذب وإحنا نرد عليهم، نبدأ طول اليوم وإحنا نرد غير على الكذب بتاعهم، تو الضايق وما عارفين، قالوا مشي للنيجر باش يفتوا في عضلكم، باش يهنوا عزيمتكم، باش يأثروا على روحكم المعنوية. وهذا الدليل على أنهم حسوا بأن روحكم المعنوية عالية قوية، وأكم الشباب مستعدين في طرابلس وفي كل مكان لتصعيد هجمات على الجرذان والقضاء المرتزقة التافهين اللي زي حزمة الكرناف، ولا واحد منهم متفق مع الآخر، وسيادهم يفصى يتخلوا عنهم قريبا، حتى قنابل ما عاد عندهم، طائراتهم حتى قنابل ما عاد عندها، يفتكروا أن الناتو بيقعدين في السماء، الناتو سيرجع مهزوم، مهزوم غصبا عنه، لأن حتى إمكانيات المادية ما عاد تسمح لأنه هو يستمر في القصف، وبالتالي هم يحسوا بأنه قعدوا في الميدان بروحهم، ستنقض عليهم الجماهير، يعدوا يجروا لأبواق الخزي والنذالة بتاعت الحمير، ويقولوا لهم اسعفونا بسرعة، جيبوا لنا كذوبة، جيبوا لنا إشاعة، جيبوا لنا دعاية، يقولوا القذافي إيش صار له ما صار له، مشي ما مشي، حصل له حصل له، انجرح ما انجرح، مات ما مات، طلع لكذا، طلع لكذا، سيف رساح حصل لكذا، فلان حصل لكذا. هذا يدل على أن هم مضايقين وحاسين بأن سيادهم يتخلوا عنهم، وحسوا ان هم بيولوا على بعضهم، وان هم فقدوا كل شيء، وان هم مرفوضين اصلا من الشعب الليبي. الشعب الليبي في المسيرات المليونيه وضح موقفه للعالم، وهذه المسيرات المليونيه اصحابها قاعدين الان في بيوتهم وفي الشوارع وفي المدن وفي القرى وفي الواحات، يعرفوا ان هذا الشعب يرفضهم، وتورطوا، ما عاش قدامهم الا الحرب النفسية والكذب والدعاية ومحاولة التأثير عليكم. ما تأثر فيكم هذه الأكاذيب، هذه يجعلكم أنتم تستهزوا بهذا العدو الضعيف والحقير. من هو العدو اللي أمامكم؟ كمش من الخونة والعملاء والمخبولين والزنادقة اللي خارجين عن الدين، ملتمين مع بعضهم بدون ما في حاجة تجمعهم إلا أن هم يبغوا يخربوا البلاد بس، حتى برنامج اقتصادي أو سياسي ما عندهم، بيخربوا البلاد. غريب نهب، شفتوهم لما خشت العصابات في الطراز شو دارت النهب، هذا هو الهدف، نهبوا البيوت، خذوا الذهب بتاع النسوان، خشوا البيوت، خشوا، كان واحد عنده فلوس، كان عنده ذهب، كان عنده سيارة، وكل واحد هرب لبلاده وعد لي قبيس وعد لي عائلته، جايب غنيمة ولوح سلاحه وقال له هذا الهدف اللي جاي من أجله. شوف هذا عدو، هذا الشعب الليبي يترك مجده العظيم اللي تبواه بعد الثورة، ويترك ثروته، ويترك أرضه الأجداد، معقولة يتركها لعدو تافه متكون من حثلات من هؤلاء
محميين من الصليبيين، الصليبيين اللي بدوا الآن يعيدوا النظر في الخطة اللي ورطتهم والأكاذيب اللي ورطتهم، وبدوا الآن يعيدوا في حساباتهم ويتراجعوا، سيتركوهم في الميدان لوحدهم، ولهذا يلتجوا هم لشيء يؤثر فيكم أنتم، في نفسيتكم، في روحكم المعنوية. آخر شيء قالوا والله القذافي شفنا الرتل تاع ماشي خاش النيجر، تو النيجر كم رتل ماشي وداخل وطالع وداخل وطالع ارتال ماشي من المهربين لعند البضائع لعند الناس اللي جاي لعند الناس اللي خاشة السودان، نفس الشيء ارتال ماشي جاي يتشاد المالي من الجزائر، أي ارتال خاشة الصحراء ليست أول مرة، ارتال تخش ولا تطلع، كأن أول رتل الآن خاش النيجر. انتبهوا كويس، تبوا خلوا عزيمتكم قوية، هالزيف وهالبهتان يجب أن يسحق، الله أكبر إلى الأمام.